المقام الاول بحثا عن الدعم العسكري، الدعم اللوجستي، بحثا عن الاموال، يعني احتسابا او استعدادا للحرب المضاده في الربيع التي ربما هي لم تبدا بعد حتى الان. اعلن الجيش الاوكراني في نفس التوقيت عن انه احرز تقدم بالاستحواذ على 2 كيلومتر في باخموت، وهو ما نفاه الجانب الروسي. لا يزال الجانب الروسي يستحوذ على منطقة باخموت أو 95% من هذه المنطقة حتى الآن. التقدم شكك قادة في أخي الكريم قادة غربيين في أن يكون الهجوم المضاد ذو جدوى. أعلنت الدفاع الأوكرانية في نفس التوقيت أن الطيارين الأوكران بحاجة إلى تدريب 3 أشهر على طائرات F-16 الأمريكية. نعم، بالمقابل هنالك استعداد للمبعوث الصيني لزيارة أوكرانيا وروسيا وفق إعلان وزارة الخارجية الصينية، وأنت تتحدث عن أن الحرب لم تبدأ بعد، يعني هل هنالك احتمالات لإنهاء الحرب أم عكس ذلك؟ هو الحليف الصيني هو الأقرب، هو حليف قوي بالنسبة للجانب الروسي لروسيا، هو اللاعب حاليا في الأروقة الدولية أن يلعب دورا مع موسكو. الصين أصبحت تلعب دورا سياسيا موازيا تماما للولايات المتحدة الأمريكية في القضايا الدولية بل والإقليمية أيضا، ولعلك تعلم ما حدث في الاتفاق الإيراني السعودي. الصين يعني هي زيارة في المقام الأول زيارة سلام مع أوكرانيا عبر العواصم الغربية، زيارة طبعا يعني يتطلع بها الغرب إلى من الصين أن تحث الجانب الروسي على الجلوس على مائدة المفاوضات.